استقبل فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس جمهورية تونس الشقيقة اليوم بالقصر الرئاسي في قرطاج أصحاب سمو المعالي وزراء الداخلية العرب بمناسبة انعقاد الدورة 39 لمجلس وزراء الداخلية العرب. ورحب فخامة الرئيس التونسي بوزراء الداخلية العرب منوها إلى أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك، معربا عن أمله في أن تكلل بالتوفيق والنجاح. وقد ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع، والذي عقد اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان الشقيقة، والذي تسلم رئاسة الدورة من معالي الفريق أول ركن عثمان علي فرهود الغانمي وزير الداخلية في جمهورية العراق رئيس الدورة السابقة. وبدأ الاجتماع بكلمة صاحبة المعالي السيدة نجلاء بودن رمضان رئيس الحكومة في الجمهورية التونسية الشقيقة، أعقبها كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ثم كلمة معالي الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقد أعرب مجلس وزراء الداخلية العرب عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية البحرينية على دورها في تطوير المنظومة الإلكترونية للأمانة العامة للمجلس من خلال تدشين موقع إلكتروني متخصص للأجهزة المعنية بحقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية، بما يسهم في تطوير مسيرة التعاون والتنسيق الأمني العربي، حيث قامت الوزارة بتصميم الموقع كأحد المبادرات التي وجه معالي وزير الداخلية بتطويرها انطلاقاً من الحرص على تعزيز التعاون الأمني العربي كونه عاملا رئيسيا في مسيرة العمل المشترك. بعد ذلك بدأت جلسة العمل حيث ألقى معالي وزير الداخلية كلمة مملكة البحرين. أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم، ونحن نحتفل بتدشين الموقع الإلكتروني الخاص بحقوق الإنسان في الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنني أجدها مناسبة لأطلع مجلسكم الموقر على المشروع الإنساني الذي أنجزته مملكة البحرين للعقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، مؤكداً أن هذه المبادرة الإنسانية الحضارية تمت بفضل الرؤى الملكية السامية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، مؤكداً أن الهدف من هذه المبادرة الإنسانية هو إصلاح المحكومين وتأهيلهم وإعطاهم فرصة لتصحيح سلوكهم من أجل إعادة دمجهم في المجتمع. وإننا على استعداد في وزارة الداخلية للتواصل مع كافة أعضاء المجلس وإطلاعهم على تفاصيل التجربة ونتائجها. أصحاب السمو والمعالي الحضور الكريم، إن مرور ما يزيد عن 40 عاما من التعاون الأمني منذ تأسيس مجلس وزراء الداخلية العرب لهو دليل راسخ على صدق الإرادة والتعاون والتضامن والثبات على دعم مسيرة التعاون الأمني العربي المشترك وتحقيق أهداف الرسالة الأمنية النبيلة لهذا المجلس من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العام. ولعلها مناسبة طيبة أستذكر فيها مناقب المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، الذي رعى هذا المجلس منذ بداياته وقدم له كل الدعم والمساندة، وحرص سموه وإخوانه الوزراء على استمرار انعقاد هذا المجلس في مختلف الظروف. وكما تعلمون أيها الأخوة، فإن الجرائم الحديثة والجرائم العابرة للحدود أصبحت أكثر انتشاراً وتنوعت أساليبها، مثل الجرائم الإلكترونية والرقمية، وذلك من خلال ما توفره تقنية الاتصالات الحديثة، الأمر الذي يفرض علينا مواكبة هذه التحديات
بمنهجية أمنية عصرية تستوجب تخطي العقبات والحواجز السياسية من أجل تحقيق الاحتواء اللازم وتقليص المساحة الإجرامية لمكافحة انتقال الجريمة، وذلك من خلال استغلال التقنيات الحديثة وربط مراكز العمليات الأمنية لتبادل المعلومات الأمنية الأساسية في إطار مشترك، ليتمكن المختصون من الاطلاع على ملامح الموقف الأمني المشترك بصورة فورية ومستمرة، الأمر الذي يسهم في تطوير المنظومات الأمنية العربية وتعزيز قدرتها في مواجهة كافة المخاطر والتحديات الأمنية. وفي هذا الإطار، فإن الحفاظ على الأمن العربي وتقوية مرتكزاته يبدأ بتعزيز التزام الدول الأعضاء بأمن بعضها، وألا يتم استغلال أراضيها في التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، مؤكداً في هذا الشأن تمسكنا بهذا المجلس الأمني العربي وأهمية تفعيل أدواته الأمنية والإجراءات الصادرة عنه من أجل تعزيز أمن المواطن والمقيم في دولنا. وفي ختام كلمتي، يطيب لي أن أشيد بنتائج الاجتماعات التي عقدتها فرق العمل المعنية والجهود الأمنية العربية المشتركة من أجل تعزيز قدراتنا الأمنية في مواجهة التحديات، متمنياً لاجتماعنا التوفيق والسداد لما فيه خير أمتنا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.